أطال الله في عمره وأبقى ذخرا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تابعي أشواطنا للقاية أو عفوا للإذاعة القعدان المحليات الأصايل، نسير معكم هنا في الانطلاقات، نسير في التحديات، نسير هنا مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول. يأتي دغر هنا لمحمد بن راشد بن سالم بن ضاوي على الصدارة وعلى المركز الأول. يأتي الكايد راشد بن عبيد بالهلي الهاجري في المركز الثاني، وفي المركز الثالث هناك يأتينا وداع لفيصل بن متعب بن شريم الشمري، والقادم هنا والمتسلل غيار محمد بن شطيط بن سعيد بالعمري لكتبي. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس غازي عوض بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي من ينطلق على خامس المراكز، وفي المركز السادس المستشار منطلق على سادس المراكز هنا سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد لكتبي من يأتينا على سادس المراكز، والمركز السابع نبراس حمد بن فايل بن حمد الزرعي هنا يقدم لنا نبراس في هذه الانطلاقة الجميلة على سابع المراكز. وفي المركز الثامن الشهم ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني هنا رجل الأعمال هنا يتواجد في هذه الانطلاقات تاسع مراكزنا الشهم حمد بن محمد رعشيجة العامري، وعلى المركز العاشر حشيم حابس بن سعيد بن سالم بن راشد الزرعي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم في أول ندى للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات. نعود إلى هالي حايل هناك على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ووداع من ينطلق على الصدارة على المقدمة فيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري من ينطلقون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. بن حلوكة من يأتي على ثاني المراكز مقدم لنا دغر هنا في هذه الانطلاقات، محمد بن راشد بن سالم هنا بن ضاوي من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث بالعامري يقدم لنا هنا غياب في هذه الانطلاقات والانطلاقات الجميلة. محمد بن شطيط بن سعيد بالعامري لكتبي منطلقا بالتحديات وبالإثارة الجميلة. بن حاسوم يأتينا على رابع المراكز مع غازي سلالة غازي هنا وانتاج المختبر عوض بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس الكايد راشد بن عبيد بالهلي الهاجري هنا يقدم لنا الكايد في هذه التحديات. من الجانب الآخر وصل الشهم ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني من ينطلق مع الشهم سادسا، المركز السابع نبراس هنا حمد بن فايل بن حمد الزرعي يقدم لنا نبراس في هذه الانطلاقة الجميلة. ومن الجانب الآخر هناك المستشار يتواجد سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد لكتبي من يأتينا ثامنا وتاسع المراكز الشهم حمد بن محمد رعشيجة العامري، بينما المركز العاشر سلهود من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. مرحبا يا بن وديمة سالم بن علي بن وديمة العامري من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود هناك إلى وداع من وادع بالصدارة، وادع بالمقدمة، ضيف قادم من المملكة العربية السعودية هنا على أرضية هذا الميدان. مرحبا بجميع الضيوف الكرام هنا في أرضيتهم وميدانهم ودارهم. هنا الصدارة وداع، وداع فيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري من ينطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. يباعد المسافة بينه وبين بقية المشاركين. المركز الثاني، المركز الثاني هنا هنا دغر ياتي دغر دغر ينطلق هنا لمحمد بن راشد بن سالم بن ضاوي هنا من ينطلق. يلا يا ابو محمد يا خليفة يا بن حلوقة. هنا دغر قادم بكل انطلاقاته وحتى تحدياته. المركز الثالث، المركز
المتواجد ثولث والمتواجد غياب محمد بن شطيط بن سعيد بن عامري اللي كتبي ونبراس نبراس نبراس. هنا أيضا عينا على صدارة حمد بن فايل بن حمد الزرعي ينطلق مع نبراس هنا رابعا، بينما المركز الخامس عندك الدوحاني هنا من ينطلق بهذه الانطلاقات الشهم ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني وبن حاسوم مع غازي هنا عوض بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي. ولكن نعود هناك نعود بعد الكيلو متر الأخير والثمانمية متر الأخيرة هنا مع وداع على الصدارة وداع على المقدمة وداع على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور يرقص بالصدارة يرقص بالمقدمة وداع فيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري منطلقا على صدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل وفي رصيدة سيارتين هو ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط العام الماضي سجله مميز جميل. هو هنا السنة أيضا يظهر بسجله المميز فهو تشاهدونه على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وداع 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 فيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري. سلام لهالي حايل سلام لهالي حايل بالمملكة العربية السعودية على هذا الأداء المميز الجميل الذي يقدمه هنا وداع ثانينا والناموس. ها هي لحظة وصوله إلى الفوز وإلى الناموس بدون أي منافس على الإطلاق ما شاء الله بدون أي منافس يصل إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس تهانينا. هي لحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني وصل هنا دغر لمحمد بن راهل بن سالم المنضاوي. المركز الثالث نبراس من وصل هنا حمد بن فايل بن حمد الزرعي. وأتانا هناك غياب من أتى بهذه الانطلاقة لمحمد بن شطيط بن سعيد بن عامري لقتبي وغازي عوض بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. التوقيت الزمني لوداع 7:37 الثانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل هنا لأيضا وداع لفيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري. تهانينا له والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصل دغر هنا ب7:45 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن راشد بن سالم بن ضاوي وشكرا خليفة بن سالم بن حلوكة من قدم بهذا الانطلاقة بينما نبراس ب7:46 جزء واحد من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس هنا على هذا الفوز لحمد بن فايل بن حمد الزرعي. تهانينا لجميع الفائزين. الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر مشاهدينا ومتابعينا الكرام وها هي انطلاقة هنا شوطنا الثامن في مجموع أشواط صباح هذا اليوم ثامن أشواطنا ثامن تحدياتنا هنا على أرضية هذا الميدان الذي نتابعه في هذه الانطلاقات شوط الثامن الخاص بالقعدان هنا المهجنات الأصايل صدارة هذا الشوط وال We'll be right back.